السلام عليكم، مرحبا بكم. معكم الأستاذ غفار، أستاذ تعليم ثانوي مادة الرياضيات. تكملة للحصة الماضية اللي تكلمنا فيها على البرهان بالتراجع، وتكلمنا على اتجاه تغير متتالية، وتكلمنا على تقارب متتالية. هذا الشيء تكلمنا عليه. وبعد في نهاية الحصة درنا تمرين صغير، هدرنا على تبين أن متتالية هندسية. هنا تكملة للحصة الماضية، الجزء اللي درناه في الأخير راح نبدأ به اليوم إن شاء الله. بسم الله. هنا نعرف باللي حتى تكون متتالية هندسية ماذا يجب؟ يجب أنه في أن زائد واحد يساوي عدد في في أن. هذه كي نكونوا نتكلموا على في أن، وش نقولوا؟ تبين أن في أن، ولو كان يقولنا إي أن الكلام تاعي في بلاصه الفي نديرو اي هندسيه. القاعده واش تقول؟ حتى تكون في ان هندسيه يجب ماذا؟ يجب انه في ان زائد واحد يساوي عدد في اللي قبله. شكون هو؟ هو في ان. مثلا اذا تكلمت على اي ان تولي هذه اي وهذه اي وهذه اي وهذه اي، واضحه؟ حنا نديرو مثال رابيد باش نكونفيرميو واش قدمنا المعرفه. هنا يعطينا اي ان متتاليه عدديه معرفه من اجل كل عدد طبيعي ان منا ب، يعطينا اي 0 يساوي مثلا 7، ويعطينا اي ان زائد 1 يساوي مثلا 1 على 5 اي ان زائد 4. اعطانا متتاليه واسمها اي ان معرفه بهذه بحدها الاول وبالعلاقه التراجعيه تاعها. يزيد يعطينا هنا الف وباء وجيم. هذه الف وباء وجيم تكلمنا عليها في الحصه الماضيه. دونك حنا اللي راح نتكلموا عليه، راح نتكلموا على لابارتي هذه الثانيه. بعد كي نتكلموا على لابارتي الثانيه نعاودوا نخدموا كامل التمرين تاعنا، يولي التمرين كومبلي. واضحه ليكيب؟ دونك حنايا واش راح نديروا؟ انا رايحين لابارتي الدوزيام. في الدوزيام واش يعطينا؟ يعطينا متتاليه اخرى لديها علاقه بالمتتاليه اي ان. يقولنا في ان متتاليه عدديه معرفه من اجل كل عدد طبيعي ان بي في ان يساوي اي ان ناقص 5. هنا اللي كيف اعطانا متتاليه اي ان وزاد اعطانا متتاليه في ان. هذه المتتاليه الثانيه عندها علاقه بالاولى، واضح؟ بحيث انه في ان يساوي هذه الاولى اي ان ناقص 5. هنا السؤال واش يقول لك؟ بين أن في ان هندسية يطلب تعيين أساسها سوكين وحدها الأول فيزر. هنا السؤال واش راهو يقول؟ قال لك بين باللي هندسية. احنا نكتبوا الشرط. الشرط نقولوا حتى تكون شكون هذه اللي دوموندها؟ قال لي في ان، نكتب في ان. لو كان قلنا اي نخدم بالاي. حتى تكون في ان هندسيه يجب ماذا؟ يجب ليكيب يجب انه في ان زائد واحد يساوي عدد في اللي قبله شكون هو؟ في ان. والعدد هذا سميناه الاساس، معناها لازم نصيبوا في ان زائد واحد يساوي 3 في ان، يساوي 4 في ان، يساوي نصف في ان. المهم في ان زائد واحد يساوي عدد في في ان، صح؟ نبداو ان شاء الله. لازم نلحقوا لهذه. حنا لو كان نلاحظوا شكون اللي عندنا في هذه، هيا نشوفوا في التمرين. في ان زائد واحد ما كاش، عندنا غير في ان. هنا هذه اي ان زائد واحد ماشي في ان زائد واحد، وبالتالي واش عندنا؟ عندنا في ان. حنا نقولوا له واش عندنا؟ نقولوا له لدينا في ان يساوي اي ان ناقص 5. هذا واش عندنا؟ من هذه لازم نلحقوا في ان زائد واحد. كيفاش نلحقوا؟
نروح نزيدو واحد هنا، كي نزيدو واحد هنا واش نروح نزيدو؟ نزيدو واحد هنا، واش راح تولي لنا؟ تولي لنا في ان زائد واحد يساوي اي ان زائد واحد ناقص حال خمسة. ولات لنا دركا في ان زائد واحد يساوي اي ان زائد واحد ناقص خمسة. حنا نعاود نكتب في ان زائد واحد تاعي، نحيو هذه، واش نديرو بلاصتها؟ نديرو بلاصتها هذه من واحد على خمسة اي ان زائد خمسة، وبالتالي نحيو اي ان زائد واحد ونرومبلاسيوها بواحد على خمسة اي ان زائد اربعة. رايحة تولي لنا هنايا ليكيب واحد على خمسة اي ان زائد شحال اربعة ناقص خمسة. دوكا واش تولي عندنا بالتبسيط؟ هنا كاين تبسيط ولا ما كاش؟ كاين تبسيط شيخ. تولي لنا واحد على خمسة اي ان زائد ربعة وناقص خمسة بالآلة حاسبة رايحة تعطينا شحال؟ ناقص واحد. جماعة نسأل سؤال هنا، عندنا في ان زائد واحد تساوي عدد في اي ان، وحنا المطلوب وشنو اللي لازم نلحق ليه؟ لازم في ان زائد واحد تساوي عدد في في ان، وهنا راهي عدد في اي ان، معناها يجب انه نستبدل اي ان بفي ان، متفقين؟ لازم هذه نروحوا نصرفوها ونشوفوها شحال تجيب لنا في ان. كيفاه؟ نروحوا دائما للعلاقه هذه اللي عطاها لي هو. احنا عندنا في ان يساوي اي ان ناقص خمسه، معناها في ان هي مكتوبه بدلاله اي ان، احنا لازم لنا اي ان شحال راهي تساوي في ان. ندير صبعي هنا في الاي ان، ناقص خمسه كي تروح منا شحال تولي؟ تولي زائد خمسه، تغير الاشاره تاعها، وبالتالي اي ان تساوي في ان شحال؟ زائد خمسه. هذا هو الصرف تاعي، نقول له في ان تساوي اي ان زائد خمسة. عفوا عفوا، اي ان تساوي في ان زائد خمسة، متفقين؟ نروحوا هنايا في ان زائد واحد واش يساوي؟ شحال؟ واحد على خمسة، اي واحد على خمسة. نفتح قوس، واش نديرو في القوس؟ في بلاصة اي ان نحيوها ونديرو هذا الصرف اللي صبناه، في ان زائد خمسة واحد على خمسة اي ان نحيناها، درنا بلاصتها الصرف تاعها ناقص واحد، اعيد كتاب. نقوم بعملية التوزيع، واحد على خمسة في ان تعطينا واحد على خمسة في ان، واحد على خمسة في خمسة، شوفوا وزعت هذه هنا ونوزع هذا هنايا، واحد على خمسة في خمسة بالآلة حاسبة تعطينا زائد واحد، والناقص واحد هذا يروح هذا مع هذا، شحال تقعد لنا هنا؟ راح تقعد لنا في ان زائد واحد يساوي واحد على خمسة في ان. إذا هي الآن مكتوبة من الشكل في ان زائد واحد من عدد في في ان، في ان زائد واحد تساوي عدد في في ان، معنى هذا هو الكتاب. نقول ومنه في ان، وش النوع تاعها؟ هندسية، أساسها كي شحال يساوي؟ يساوي واحد على خمسة. رانا جاوبنا على هندسية وجاوبنا على الأساس، قال لك وحدها الأول شكون؟ في زيرو. في زيرو من جيبوها ليكيب؟ نروحوا لهذه اللي عطاها لي هو، نديرو هنا زيرو ونديرو هنا زيرو، واش نقولوا حساب في زيرو؟ واش عندنا في زيرو شحال يساوي؟ يساوي اي زيرو ناقص خمسة. في زيرو ليكيب شحال؟ اي زيرو شحال؟ عندنا سبعة ناقص خمسة وتعطينا اثنين. هنا بعد ما بينا باللي هندسية، نروح نكملوا لابارتي اللي موراها. السؤال اللي موراها هذا اللي درته أنا، شغل هكذا نبداو به، واضح؟ ومن بعد نبداو إن شاء الله تمام. يقول لك كتابة في أن بدلالة أن. السؤال وش يقول لك؟ يقول لك اكتب في ان بدلالة ان، وهذه العبارة سموها عبارة الحد العام، لأنه هو الحد بصفة عامة، ماهوش في زيرو، ماهوش في واحد، ماهوش في اثنين، هذا في ان بصفة عامة. وبالتالي هنا هذا السؤال اسمه نفسه عبارة الحد العام في ان. في ان هنا بما انه هندسية، هاي عندنا العلاقة، لدينا
VN يساوي VP. شوفوا VN يساوي VP. VP هو في زيرو ولا في واحد ولا في اثنين، لكن من الأفضل أنه VP نخدمه بالفي زيرو، نخدمه بالفي زيرو ولا بالفي واحد، نخدمه بالحد الأول. إحنا الحد الأول تاعنا شكون هو؟ في زيرو، معناها في الفي بي نديرو في زيرو. شوفوا معايا ليكيب في الأساس، شوفوا في أن يساوي في بي، معناها في زيرو ولا في واحد في الأساس. أس ماذا؟ هنا في الأس نديرو أن ناقص بي، أن ناقص بي. واضحة ليكيب؟ دونك هنا في أن يساوي في بي تاعنا شكون هو ليكيب؟ هو في زيرو اللي احنا خدمو به، نديرو في زيرو في الأساس أن ناقص صفر. أي عدد تنقص منه الصفر ولا تزيد له الصفر يقعد هو، وبالتالي راح تعطينا أن تعويض عددي. في أن شحال يساوي؟ في زيرو عندنا شحال؟ اثنين. في الأساس شحال ليكيب؟ هاو الأساس واحد على خمسة، واحد على خمسة أس أن. أنا كملنا عبارة الحد العام تاع في. هنا على خدمنا بالقانون باسكو هندسية، لكن عندما يقول لي استنتج عبارة اي ان بدلالة ان، اي ان ما راهي لا هندسية لا حسابية. كيف نديرو؟ هنا نديرو هكذا، استنتاج اي ان بدلالة ان. هنا اي ان كيف نستنتج اي ان؟ اي ان هنا ما نقدروش نخدموها في الحاله العاديه، لكن عن كي عندها المعرفه. لا بار اكزومبل كاين بلايس ما نقدروش ندخلو، لكن كي يكون عندنا معرفه تقدر تدخل. هنا بي اي ان في ليطا نورمال ما نقدروش نخدمو لها عباره الحد العام، لكن بما انه عندها علاقه بالفي ان نقدر نخدم لها. نقولوا اي ان رانا نقدروا نخدمو لها باسكو راهي تساوي في ان زائد ماذا؟ خمسة. اي ان في ان خدمناها ولا ما خدمناهاش؟ خدمناها. اذا نديرو اثنين في واحد على شحال؟ خمسة اس ان، هذا هو هذا باسكو قد سبق وخدمناه، زائد ماذا؟ زائد خمسة. وبالتالي هنا نكونو خدمنا عبارة الحد العام تاع اي ان، رغم انه ما راهي لا هندسية لا حسابية. احنا هذه لابارتي توقف عندها، لانه الهدف تاعي انه انا نكمل هذه لابارتي، نروحوا نديروا هذا السؤال بالصح راح تولينا بالالفا. هنا كي تكون هذه في ان تساوي اي ان ناقص الفا، عندنا حالتين، ماشي عندنا حال، عندنا سؤالين دونك نحكي عليهم. السؤال الاول كيفاه في بكالوريا، والله نسيت البكالوريا اللي داروه. والسؤال العادي كاين السؤال الاول يقول لك عين قيمة ألفا حتى تكون في ان هندسية، هذه هي السؤال الأول. السؤال الثاني يقول لك بين، هذا نخدمه السؤال هذا وحده والسؤال هذا وحده بإذن الله إن شاء الله. رحيم افتح له معليش نشوفه هكذا، شوفوا وين راهي لحقة باسكو الدوزيام تعتمد عليها. مش عارف. ليكيب اللي عنده سؤال يسأل. أم يطلع؟ مازال الصوت هذيك قديمة. تربية. كاش عنده سؤال؟ كرام أولي. عندها المعرفة. ايه هو كيف لازم يا طريبة الحمد لله. ها شبيبة راهي تفهم وهذا كورس. دوك احنا يا نكملوا. يا طريبة دوك احنا رانا نديروا شكل. شوف لي غير الوقت بنقسم وقتي، مازال الوقت بزاف. لا 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 باش نقسم وقتي. هي واش من ساعتك؟ سبعة ونص ولا 3. نقدر نزيد؟ لا خلاص على حبيت نزيد لهم وحده كيما هذه باش نمشي. يعطيك الصح الله يحفظك. حنا في هذا التمرين زيدوا تمرين اثنين، ها
تمرين اثنين ليكيب راح نزيدوا مثال كيما هذا باسكو انا رايحين للالفا وحنا الالفا كي نروحوا لها لازم نكونوا فاهمين لي برينسيپ كيفاش داير. دونك حنا عطانا اي 0 يساوي 8 وعطانا مثلا 1 على 2 اي 1 ناقص 1 ومن بعد عطانا الف وباء وجيم. الف فيها برهان بالتراجع، باء في اتجاه التغير، وجيم فيها تاع ماذا تستنتج بالتقارب والحكايات هذو حكيت عليهم المره الماضيه. دوك هذو نحكي عليهم في كي نكونوا قريب نكملوا الحصه باش نديروا تمرين شامل باذن الله. معناها الف وباء وجيم هذو خلينا منهم، حكينا عليهم المره اللي فاتت. حنا كي يعطي لك هذه وبغى يعطيك الف وباء وجيم راح يعطيك متتاليه اخرى. شكون هي؟ هي في ان، يقول لك في ان ومن بعد يعرفك ويعطيك العلاقه. هنا يقول لك في ان تساوي اي ان ناقص 2 ناقص 2 زائد 2. واضحه لي كيف؟ دونك حنايا 2 ناقص فوالا. واش قلنا هنا؟ بين حنا نقولوا له تبيين ان في ان هندسيه. نقولوا بين باش تعرفوا السؤال. تبين ان في ان هندسيه يطلب تعيين اساسها كي وحدها الاول في زير. هكذا ليكيب. دونك حنايا عندنا البرانسيب راهو هنا باش تكون هندسيه. هذه هي. هيا نبداو نحلوا ان شاء الله. حنا نزيدوا سؤال هذا 1 2. اكتب في ان بدلاله ان. علاش انا نكتب فيهم؟ باش تعرفوا الاسئله كيفاش يكونوا دايرين. استنتج في ان بدلاله ان. هيا بسم الله نبداو ان شاء الله. فوالا الحل. السؤال الاول التبيين واش نقول؟ قال لك بين بلي هندسيه. واش نقولوا نحن؟ حتى تكون في ان هندسيه يجب ماذا؟ يجب انه في ان زائد 1 يساوي عدد في اللي قبله. العدد هذا سميناه الاساس. شكون اللي راه عندي في هذو؟ انا عندي في ان اي هنا. نقولوا له لدينا في ان يساوي اي ان زائد 2. هذه نمسحها باش نديروا الصرف هنايا. لدينا في ان يساوي اي ان زائد 2. هكذا ليكيب. دوك لازم من هذه نلحق هنا، نلحق الفي ان زائد 1. كيف نلحق؟ نروح للان هذه نزيد لها 1 اوتوماتيكمون راح نزيد 1 هنا. واش راح تولي لنا؟ راح تولي لنا في ان زائد 1 يساوي اي ان زائد 1 زائد شحال؟ 2. صح. نعاودوا نكتبوا في ان زائد 1 شحال يساوي؟ هذا عاودنا كتبناه. اي ان زائد 1 هي هذه. واش رايحه تولي لنا ليكيب؟ 1 على 2 اي ان ناقص 1 هذه هي هذه. وزائد 2 نعاودوا نكتبوها. في ان زائد 1 لو كان نلاحظوا نعاودوا نكتبوا نصف 1 على 2 اي ان والناقص 1 والواحد رايحين يعطونا شحال؟ زائد 1. ليكيب حبيت نسقسيكم انا. في ان زائد 1 راهي عدد في اي ان وهي نورمالمون كيفاه؟ في ان زائد 1 لازم عدد في في ان. معناها لازم اي ان تتبدل وتولي في ان. كيف نبدلوها؟ نروحوا نصرفوها. كيف نصرفوها؟ نروحوا نشوفوا وين راهي تسكن مع في ان. هاي هنا ليكيب. هنا في ان يساوي اي ان زائد 2. اذا اي ان شحال تساوي؟ هاي قولوا لي سموه صندوق الصرف هذا يا ليكيب. صندوق الصرف واش راح يقول لك؟ دير صبعك هنا على اي ان. 2 كي تروح منا واش تولي؟ تولي ناقص 2. سيتادير هنا اي ان تساوي في ان ناقص 2. اذا اي ان تساوي في ان ناقص 2. معناها نقدر نحي اي ان ندير بلاصتها هذه. هذا الشيء اللي راح نقوم به. دونك احنا راح نديروا
في ان زائد واحد يساوي واحد على اثنين، افتح قوس نحيو اي ان ونديرو بلاص تاع الصرف تاعها، شكون هو الصرف؟ في ان ناقص اثنين زائد واحد. نقوم بعملية النشر. عملية النشر واش تقول لك؟ واحد على اثنين في في ان يعطينا واحد على اثنين في ان، واحد على اثنين في ناقص اثنين راح يعطينا ناقص واحد. ودوك نفهمكم كيف تضرب كسر في كسر، تجمع كسر مع كسر، هذه نخلوها من بعد. واحد على اثنين في في ان، واحد على اثنين في ان، واحد على اثنين في ناقص اثنين بالآلة حاسبة تعطينا ناقص واحد. وقلنا بعد ما نفهم إن شاء الله راح نعلمكم كيف تحسب بالآلة حاسبة باش تربح الوقت. هذا في هذا هو هذا، وهذا في هذا هو هذا، وأعيد كتابة شحال زائد واحد. هنا ناقص واحد والزائد واحد يروحوا، وش راح يقعد لنا ليكيب؟ في أن زائد واحد يساوي واحد على اثنين في ان، وبالتالي هنايا لحقنا الفي ان زائد واحد يساوي عدد في في ان وهو الاساس، معناها هذا هو الاساس. واش نقولوا؟ ومنه في ان هندسيه اساسها كي شحال يساوي؟ واحد على اثنين. وبعد عطانا قالنا وحدها الاول، احنا راني كملت الاساس وبينت بلي هندسيه، نقولوا وحدها الاول في زيرو. في زيرو راح نعوضوا تعويض، دير في زيرو تولي هذه اي زيرو، راح تولي لنا في زيرو اي زيرو زائد اثنين. اي زيرو شحال ليكي؟ ثمانية، تعطينا 8 زائد 2 تعطينا شحال؟ 10. عوضنا اي 0 باش ب 8 زائد 2 عاودنا كتبناه. نروحوا فيما بعد باذن الله ان شاء الله نكتبوا في ان بدلاله ان. كتابه في ان بدلاله ان، وهذه سميناها عباره الحد العام. احنا عندنا في ان واش قلنا قبل حين؟ القانون يقول لك في ان تساوي أي حد، ومن الأفضل أنه يكون الحد الأول، والحد الأول تاعنا شكون هو؟ هو في زيرو أو في زيرو. نكتبوا في زيرو، في أن يساوي في زيرو في الأساس، وبعد هنا في الأسس نكتبوا أن ناقص صفر، أن ناقص صفر، أن ناقص صفر نكتبوها الفوق، وحنا أي عدد ننقص منه الصفر ولا نزيد له الصفر يقعد كيما راهو. في ان يساوي في زيرو ليكيب شحال؟ 10. في الاساس تاعي هو واحد على اثنين اس ان. في ان خدمناها باسكو عندها قانون. دوكا اي ان قالت لكم استنشوني ولا لا عندك المعرفه؟ قالت انا عندي المعرفه مع من؟ مع في ان. كي ولا عندك معرفه مع في ان ريغليوك. هاي دونك حنا واش نقولوا؟ استنتاج اي ان بدلاله ان. نقولوا اي ان كي قلنا لها علاه؟ قالت لنا راني نعرف في ان. هاي كيف تعرفي في ان؟ قالت لنا انا اي ان شحال نساوي؟ نساوي في ان ناقص 2. واضحه ليكيب؟ دونك اي ان يساوي وفي ان قلت لنا راكم خدمتوا على تسابوطيني. هاي دونك اي ان تعرف في ان، قلت لنا نعرف في ان، قلنا لها ومن بعد قلت لنا في ان راكم ريغليتوها يا ريغليوني معاه، قلنا لها ما كاش مشكل. اي ان يساوي في ان ناقص 2. اي ان شحال يساوي؟ في ان انا خادمينه شحال؟ 10 في 1 على 2 اس ان، هذه يسموها في ان، والناقص 2 اعيد كتابته. واضحه ليكيب؟ حنا دوكا جات في بالي نزيدوا السؤال الاخر، شكون هو؟ رابعا احسب اس واحد اللي هو المجموع واس 2. اس واحد يساوي في زيرو زائد في واحد الى غايه في ان، واس 2 يساوي شكون راه يذبح؟ اس 2 يساوي اي زيرو زائد اي واحد زائد الى غايه
اي ان صح. هذه الاي ان تتبع في الفي ان. شو اللي يديروها الفي ان يديروها الاي ان. غير الدورات قلنا نعرف فيها في ان هكذا ليكيب. دوكا نروح نخدموا في ان. كي هضرنا مع في ان قلت لنا انها هندسيه وعندي القوانين تاعها. كي نحكوا الاي ان نسمعوا واش راح تقول لنا الاي ان. هاي ليكيب. دوكا هنا السؤال الرابع حساب اس. اس معناها لاصوم المجموع اس واحد. نبداو بالاس تاع الفي يساوي في زيرو زائد في واحد الى غايه في. القانون تاع الهندسيه قد سبق وتكلمت على القوانين تاعها في الحصه الماضيه، لكن لا باس انه نديروا تذكير. الهندسيه المجموع تاع الهندسيه واش يقول لك؟ يقول لك الحد الاول ودير خط تاع كاسر وتكتب واحد ناقص الاساس، تزيد تعاود تكتب واحد ناقص الاساس، في الاساس اللي الفوق نكتبوا في الاستاو عدد الحدود. شيخ ما فهمناش؟ بيان سور ما تفهمش، دروك كي نطبقوا تبان. واش راهي مكتوبه لهيك اس؟ راح نكتبوا اس واحد يش. واش اسمها هذه؟ الحد الاول. روحوا نشوفوا، ماشي الحد الاول تاع التمرين. الحد الاول تاع المجموع، وين راهو الحد الاول؟ في زيرو. يقدر يكون الحد الاول تاع المتتاليه تاع التمرين تاعنا في زيرو. وفي المجموع يقدر يكون في اثنين، في ثلاثه، واضح؟ معناها انا الحد الاول هو الحد الاول تاع المجموع تاعي. هنا هذا الحد الاول هو في زيرو. في واحد ناقص كي هو الاساس، على واحد ناقص كي هو الاساس. هذا الكي هو هذا اللي صبناه واحد على اثنين. وفي زيرو هو شحال؟ هو عشرة. واضح؟ دونك احنا واش راح نديرو؟ عدد الحدود عندنا فيه مشكل. ليكيب نعلمكم عدد الحدود. اي زيرو زائد اي واحد، هنا نقراو عنصر اسمه عدد الحدود وحده الى غايه مثلا اي عشرين. هنا عدد الحدود شحال يساوي؟ شوفوا يا ليكيب، عدد الحدود هذا الدليل شحال يساوي؟ صفر. وهذا دليل يساوي واحد، وهذا الدليل يساوي عشرين. على بالك بلي هذه اي صفر اي واحد اي اثنين اي ثلاثه اي اربعه اي خمسه، كاين بزاف الى غايه اي 20. دوك احنا شحال نعرف بلي كاين حد عندي؟ يقول لك تحكم الدليل الاخير. او الدليل الاخير شحال؟ الدليل الاخير شحال؟ الدليل الاخير 20. نديروا 20 ناقص الدليل الاول شحال؟ صفر. ونزيدوا واحد تاع القانون. دائما الواحد هذا تعمل تاع القانون. معناها دليل الحد الاخير زائد دليل الحد الاول ونزيدوا واحد، احنا نزيدوه من عندنا، هذا تاع القانون. واضح؟ ما ندخلوش الديتاي على نزيدو. دونك شحال تعطينا؟ 20 ناقص صفر يقعد 20، ونزيدوا لها واحد 21. شيخ زيدنا مثال اخر معليش. اي 3 زائد اي 4 الى غايه اي 20. اي مثلا اي 15. عدد الحدود هنا ليكيب هو دليل الحد الاخير اللي هو شكون؟ 15. هكذا ليكيب ناقص دليل الحد الاول. شكون هو دليل الحد الاول تاعي؟ قول لي اللون الاخضر راه واضح؟ شوف لنا اللون الاخضر صاديفو ماهوش واضح، راني نكتب به. نعاود الاخضر نعاودو ولا بس ما تزيدش نكتب به هذه طريبة. دونك احنا دليل، اعطيني كارتوش حمراء خلاص. لا لا فيرا خلاص، راني نقلب الديبانيت معليش، خلي لي كارتوش. طريبة طريبة الله يعطيك الخير. صح ليكي عدد الحدود هنا، هنا راهو عطينا من اي 3 الى غايه اي 15. عدد الحدود وشنو هو؟ نحكموا دليل الحد الاخير شحال؟ 15 ناقص دليل الحد الاول شحال؟ 3. ونزيدوا واحد تاع من تاع القانون. هذه بالحساب تخرج لنا شحال؟ 15 ناقص 3 12، والواحد 13. هكذا ليكيب. دونك نزيدوا مثال اخير.
اثنين زين ثلاثة إلى غاية كيف نخدموا عدد الحدود لكي؟ عدد الحدود كما قال الشيخ دليل الحد الأخير شحال الدليل هنا؟ آن آن ناقص دليل الحد الأول شحال؟ اثنين ونزيد واحد تاع القانون شكون؟ شحال تولي لنا؟ دوك الآن مجهول يقعد وحده هاهو آن ناقص اثنين والواحد شحال يعطونا؟ يعطونا ناقص واحد وبالتالي عدد الحدود شحال هو؟ وآن ناقص واحد نعود نولي المثال تاعي احنا ما قلناش هنا هذا يسموه عدد الحدود باسكو هنا ما نعرفش ميتريزي عدد الحدود انا تعلمنا احنا واش قلنا اس هو لا صوم المجموع يساوي حد الاول انا كتبنا الحد الاول شكون هو في زيرو في واحد ناقص الاساس على واحد ناقص الاساس وفي الاساس هذا واش راح نكتبوا نكتبوا عدد الحدود وحنا عدد الحدود الان تعلمنا كيفاش نخدم عدد الحدود عدد الحدود هنا شكون هو دليل الحد الاخير ناقص شحال دليل الحد الاول ونزيدوا له واحد واضح دونك حنايا تعويض عددي فقط اس واحد يساوي في زيرو شحال ليكيب 10 هاهي 10 هكذا في واحد ناقص نوصيكم وصايا في المجموع البسط ريقلي له عدد الحدود وقعد عاقل ما تجيش توشي البسط هكذا ليكيب دونك و في زيرو شحال 10 واحد ناقص الاساس معناه واحد ناقص الاساس الاساس تاعي شحال ليكيب واحد على اثنين انا ندير واحد على اثنين والاس صفر يقلع تقعد ان زائد واحد ان زائد واحد وفي المقام واحد ناقص الاساس هكذا هو الاساس واحد ناقص الاساس معناه واحد ناقص الاساس هو واحد على اثنين واضحه ليكيب هنا تبسيط التبسيط سي بون ما عندكوش تبسط تبسط غير المقام هذا البسط ما تزيدش توشيه واش راح نبسط على ليكيب اس واحد يساوي اس واحد 13 اصبر هيدي مال ايه جبدوها شويه هنا اس واحد تساوي شحال هذه ليكيب 10 نعاود نكتب بالعشره تاعي في البسط واش وصيتكم رقلي له عدد الحدود وما تزيدش تدور عنده واحد ناقص واحد على اثنين الاس تاعو شحال ان زائد واحد هنا المقام هذا واحد ناقص واحد على اثنين بالاله حاسبه جماعه الكازيو ما عندهمش مشكل ايا نبروفيتيو لوكازيو نفهمو كيف نخدم واحد ناقص واحد على اثنين جماعه الكازيو يكتبها هكذا واحد ناقص وما يروح لهذه يكتب هنا واحد اثنين تعطيه ديريكتومون واحد على اثنين هي باينه واحد وتنحي له النص يقعد نص هكذا ليكيب لكن حنا نحكيو بصفه عامه هذه جماعه الكازيو واللي ما عندوش كازيو واحد ناقص واحد على اثنين كيف يكتبها يكتب واحد وما بعد يكتب ناقص هذه واحد على اثنين تكتب عادي واحد واثنين بصح البروبليم راه هنا هذه اسمها في الاله الحاسبه اسمها ا بي سي معناها راح نكتبوا واحد ناقص شحال هذه واحد والخط تاع الكسر نسميوه ا بي سي والمقام اثنين رايحه تعطينا نصف في حاله اذا خرجت نصف هنا يعطيك الصحه اذا خرجت لك ثلاثه هكذا واش تزيد لها؟ تزيد لها شيفت ا بي سي هكذا ليكيب معليش هذه بشويه ونقبضوها حصه قادمه ثاني نزيد نكونفيرميوها باسكو الحساب ديما نحسب واضح دوك احنا الاشكال ما راهوش في الحساب الاشكال راهو في الخدمه كيف نخدم واحد ناقص واحد على اثنين شحال قلنا تعطينا واحد على اثنين لازم تفهم باللي كاين فكره وشنو هي انه هذا العشره راهو قسمه هذا دوك انت تيالو شو اللي عندهم الكازيو يقدر يقسم هذا على هذا ما عندهمش مشكل جينيرال الكازيو ما عندكمش مشكل اللي عندهم مشكل واش يدير يحكم لي عشره هذا راح نقسمه على كسر وهنا كي نقسم على كسر نقدر نستبدل القسمه بالضرب بصح تولي الضرب في المقلوب كيف يا شيخ ما فهمناش اس واحد يساوي 10 على من كنا معولين نقسموه على واحد على اثنين اذا انت تحبس لي كلمه القسمه وديرها ضرب وتقول نضرب في المقلوب تاعو واضحه ليكيب
إذن 10 في 2 على 1 أعيد كتابة البسط. ياك وصيتكم البسط ما توشيوهش. دونك اس واحد يساوي 20 في 2 20 10 عفوا 10 في 2 20 على 1 20. أنا قضية الحساب مانيش مقلق منها، هي الخدمة هي اللي عندنا مشكل. دونك هذه شحال عطاتنا؟ 20 واحد ناقص واحد على 2 أس أن زائد واحد. ونكون هنا خدمنا المجهول. بصح نسينا عفسة باللي إي أنا حجي وتقولنا نعرف بي أن وخدموا لي المجموع كيما خدمتوا بي أن. دونك هاي عاودت ولات إي أن هذه تاعها. إي أن قالت لكم عاودوا خدموا لي المجموع تاعي. هاو المجموع تاعنا تاع الفي، الفي قالت لنا هندسية قلنا لا تفضل. دونك المجموع تاع الإي هذا فيه مشكل. الإي هنايا قالت لكم قلنا لها هي ما كاينين هندسية ني حسابية وكيف هذا. قالت لك راني نعرف الفي. غير دورت قلنا نعرف الفي ليكيب. دونك حنا نروحوا نخدموا حساب اس 2. اس 2 واش يقول ليكيب؟ هو اي 0 زائد اي 1 الى غايه اي ان. صح يا شيخ. اون بعد دونك حنا هادو ما نقدروش نخدموها، لازم الاي نقلبوها بالفي. كي نقلبوها بالفي نقدروا نخدموها. بصح كيفاه نقلبوا شيخ؟ اي 0 لازم نشوفوها شحال راح تعطينا في 0، اي واحد شحال راح تعطينا في واحد. توجور راح نروحوا للعلبه تاع الصرف. شايفين هذه العلبه هذه؟ واش عندنا؟ اي ان شحال كي نحب نستبدلها بفي ان؟ نكتبها له هنا نقول له لدينا اي ان يساوي في ان شحال؟ ناقص 2. هذه هي تحوس على اي 0 هذه تولي في 0، تحوس على اي 1 تولي في 1. داكور ليكيب؟ دونك اي 0 يساوي في 0 ناقص 2. انا قلبنا اي 0 باش قلبناه بالفيزيا، وقلبنا اي ان باش قلبناه بالفي ان. دونك اي 1 اي 1 واش تساوي في 1 ناقص 2. ومن بعد شيخ نعاودوا نكتبوا هذه الاس ونقولوا لدينا اس 2 يساوي اي 0 زائد اي 1 الى غايه اي ان. دونك نكتبوا تحتها اس 2 يساوي اي 0 نحيوها ونديروا بلاصتها وصبنا هنايا، صبناها شحال؟ في 0 ناقص 2 زائد اي 1 شحال؟ في 1 ناقص 2 زائد اي 0 هي هذه في 0 ناقص 2، اي 1 هي في 1 ناقص 2، ونقاطي هذو، واي ان هي في ان ناقص 2. سقسيكم معليش، هكذا ان شاء الله واضحه. كاينه فكره، عندك طاوله وكرسي، طاوله وكرسي، طاوله وكرسي، ايش تاع؟ نقدروا نجيبوا الطاوله وحدهم والكراسه وحدهم؟ ما نقدروش. عندنا في 0 ناقص 2، في 1 ناقص 2. في 2 ناقص 2، في 3 ناقص 2، في ان ناقص 2، نقدروا نجيبوا الفيفات وحدهم؟ ما نقدروش يا في 0 في وحد يجوا وحدهم هكذايا، واش راح يولوا لنا ليكيب؟ نعاود، عندنا كرسي وطاوله، كرسي وطاوله، كرسي وطاويله، اكسترا. اسكو نقدر نجيب الكراسي وحدهم والطاوله وحدهم؟ نقدر، نجيب كرسي وكرسي وحدهم. طاوله 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 وحدهم. دونك حنا هذا كرسي طاوله كرسي طاوله. راكم معايا بالمعنى هذا؟ هي ماشي اكزاكت هكذا. اذا الفي والفي 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 نقدروا نجيبهم وحدهم. كي نجيبهم وحدهم واش يولوا لي كيب؟ راح يولوا لي هكذا في 0 في 0 زائد في 1 زائد في 0 عفوا زائد في 1 زائد نقاطي في ان. وبعد نغلقوا العريضه تاعي نتوقف هنا نشرح فكره وراني نمسحوها نمسحوا هذه هاي صح ليكي تبعوا معنا. دونك شويه نولوا في الالفا انا دايرين زوج امثله لاباس. وكنقول لكم 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3 شحال تساوي؟ تولي 12. بصح نقدروا نقولوا هي 3 شحال راهي معاوده مره مضروبه في 4، ايه ولا لا؟ 3 في 4
لو كان نقول لكم 5 زائد 5 زائد 5 واش تقول لي؟ تقول لي 15. صح، نقدروا نقولوا 5 في شحال؟ في 3. لو كان نقولوا ناقص 4 ناقص 4 ناقص 4 شحال توصلها بالآلة حاسبة؟ راح تسيبها ناقص 12. لكن نقدروا نقولوا ناقص 4 شحال راهي معوده مره؟ في 3. صح، سيب. دوك ليكيب هذا شكون هو اللي راه معاود؟ هو هذا. لا لا، والربعة شكون هو؟ هو العدد تاعو. هنا 5 هو هذا اللي راه معاود، و3 هو العدد تاعو، ناقص 4 هو هذا، و3 هو شحال راه معاود مره. صح، نسقسيكم معليش، هذه وهذه وهذه شحال عندنا؟ 4. كل نسالك شحال عدد الحدود هنا؟ قول لي حد 2 3 4. هذا نلاحظ انه هذا ربع حدود. معليش يا شيخ شويه، 5 زائد 5 زائد 5 عدد الحدود هنا شحال؟ 3. اذا هذا هو عدد الحدود. لا لا، ناقص 4 ناقص 4 ناقص 4 شحال؟ شحال عدد الحدود هنا؟ 3. اذا هذا. هنا نلاحظ انه عدد عندما يتكرر شحال مره؟ 7 زائد 7 ليس الضرب، يعني ما قلتش الضرب، 7 زائد 7 زائد 7 زائد 7 الى اخره. غنقولوا 7 في عدد الحدود، هنا راهي 3 في عدد الحدود. اذا هذا وهذا وهذا عدد الحدود. ايه ولا ما ايش؟ ايه. دونك هنا واش راح نديروا؟ في صفر زائد في واحد زائد الى غايه الفي فان جبناهم وحدهم. دونك قعدتني ناقص 2 ناقص 2، ما تقوليش ناقص 2 وهذو تديهم اون بورتي. لا لا، كاين ناقص 2 في الوسط. واضحه ليكيب؟ دونك في ناقص 2 ناقص 2 ناقص 2 ناقص 2 ناقص 2 الى اخره. راح نقولوا ناقص 2 مضروبه في عدد الحدود يا ليكيب. الحدود، عدد الحدود هنا راك حاسبه في التمرين هذا، صح ولا لا؟ وين راهو؟ هو ان زائد واحد. معناها راح نكتبوا ان زائد واحد ديريكتومون. واضحه؟ ناقص 2 ناقص 2 ناقص 2 على ناقص 2 في عدد الحدود، وناقص 2 في عدد الحدود، عدد الحدود سبق وحسبناه شحال صبناه؟ ان زائد واحد. وبالتالي هذه سيريكلي قعدت لي هذه، هذه ما تلاحظوش باللي هي اس واحد اللي خدمناها. واش نديرو دوكا؟ نديرو اس 2 يساوي اس 1، هذه هي اس 1، ناقص 2 في ان زائد 1. كاين زوج اسئله تسالهم لي، شيخ ننشر؟ انشر يا شيخ. شيخ اس 1 خليها اس 1 ولا؟ هذه تشبه كيما راهم دايرين هنا في الامتياز، يديروا تي ان. طبي تديك التليجرام ممبر. هكذا هنا ثاني اس واحد يحوس على اس واحد يروح يشوفها، واذا حبينا اذا توسوست انت اس واحد راح عوضها بالريزلتا تاعنا ديريكت. معناها راح تولي لي اس 2 تساوي هذه شحال صب لها 20 في هذه ديرها هنا وتكتبها. واضحه ليكي؟ ان شاء الله نكونوا استفدنا هنا. اذا فهمنا باللي تبين ان في ان هندسيه ماذا يجب؟ ماذا يجب؟ يجب انه في ان زائد واحد يساوي عدد في في ان، والعدد هذاك سميناه الاساس. رحيم هاك هنا نقدروا نشوفوا اسكو السؤال باش نمر الفكره الاخرى. قولي مازال الوقت. رحيم مازال الوقت، مازال بزاف. شحال مازال؟ 40 مينيت. هاك قريب قريب. هذاك هذاك التمرين؟ لا 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 لا، سؤال سؤال. التمرين كيديروا شوفوا معنا سيدي احمد ماشي. ايه 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 على بالي لا كارتوش. معليش رجلي معاهم، شوفوا الاسئله ومن بعد. او يبان هكذا؟ يبان. دوك انا رايح الالفا، انا رايح الالفا، قول لهم قبل ما نروح الالفا اسكو واضح واش درنا هذا؟ هذا هو. لا السلام عليكم، اسكو عندكم اسئله ليكيب؟ واذا عندكم اسئله وين اكزاكتومون؟ باسكو انا رايحين للالفا باذن الله ان شاء الله.
كلش مفهوم وشكرا بالنسبه للاخ. تري بيان. هي الفا ذكر روح الالفا. كان يعطيكم لاسيري فيها الفا وفيها ا. وش يقعد لنا باذن الله حنكملوا حصه قادمه باسكو الحصه قادمه حنديروا التدرب على الوضعيات الادماجيه تاع يحكي لك على البنك يحكي لك على العمال اكسيتيرا. نديروها معاه ان شاء الله. وش يقعد هكذا ليك اسكو كاين اسئله ولا شو مفهوم؟ شكرا خلاص فهمنا فهمنا. طريبيه طريبيه الحمد لله. ها الحمد لله تاع لي زرق شباب شيخ. ها قول والله هذوك الحاجه باش تيباري. لا 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 اي فوالا هكذا خلاص اعطيني غير كارتوش انا لي مغبون هنا. شوف رحيب خلي لي لا كارتوش وهذه اون باراليل اسمح الله يعطيك العافيه. وين شوف هيا طريبي 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 الله يعطيك الخير. هذا احسن صح طريبي تي فورت ليكي دوكا. وري لهم غير لا سيري يقدروا يتبعوا معايا. هذه لا سيري كتبتها سبيسيال هكا باش يتبعوا معايا الان ود سكو واحد التمرين اللي تجيب صيغاتي هنا معايا باش يتبعوا معايا. ليكيب كاين تمرين واحد وتمرين اثنين. هبط تمرين اثنين دقيقة صح نروح نعاودو في تمرين اثنين. نو نو غلط. تمرين اثنين هذيك الف ماشي بين هذيك عين قيمة الفا غفلت عليها ياك. عين قيمة الفا حتى تكون هندسية. هذه عين قيمة الفا حتى تكون هندسية. نعاودو نطلعو الاول هنا ما قالكش عين. حنا دوموندي منك خدمه في الالف راك شايفها في الالف هذيك نو في الالف هاي هنا في الالف صح. هذيك بين ان اعطانا خدمه. شوفوا لي كيف امسيغ بين ان في ان زائد واحد يساوي شحال اعطانا واحد على ثلاثه في ان ناقص 2 على 3 الفا ناقص 2. اعطيني في في ان شحال يساوي اي ان ناقص الفا ناقص الفا. هادو خدمتهم قبيله في الدار اكثر مع رابيت شويه الخدمه سي بور سا شو موديفيت لا سيري الاولى. طيب دونك اي ان زائد واحد يساوي شحال اللي كاين واحد على 3 اي ان ناقص 2. هذا التمرين واحد. روح لي تمرين اثنين رحيم. تمرين اثنين باش نفهمهم بلي راه نفس الخدمه. تمرين اثنين عطانا شحال اي زيرو شحال اللي كيف واي ان زايد واحد واحد على اربعة اي ان ناقص ثلاثة وعطانا في ان شحال يساوي اي ان ناقص الفا زايد الفا اكسبري. وهنا في السؤال واش قال لك؟ هنا قال لك بين والباء واش قال لك؟ عين قيمة الفا حتى تقول في ان هندسي. هذا التمرين وهذا كيف كيف هنا السؤال واش قال لك؟ قال لك عين قيمة الفا حتى تكون في ان شنو تاعها هندسية بطبيعة الحال يطلب تعيين اساسي هكذا. كاين بعض الاساتذة في الليسي علم التلميذ تاع القسمة ديريكتومون. لا لا ماشي هكذا. تعلم التلميذ هاي طاحت له في الباك كيف يدير بون لازم انا نفهمه باللي هذا هو الفرنسي راكم معايا. شوفوا معايا هذا سي بون هذا وهذا كيف كيف هنا واش بغيتك عطاك المساعده في لي زيتاب وهنا تقلع تخدم وحدك. نروح نبدا انايا هنا نبداو هنا معليش ومن بعد نروحو هنا ان شاء الله. الحل هو الحل ديريكتوم. الحل سؤال الف تبين ان في ان زائد واحد يساوي شحال واحد على ثلاثة في ان ناقص اثنين على ثلاثة الفا ناقص اثنين. هنا باينة كيف باينة شيخ؟
تروح في ان زيد واحد. انت واش عندك في التمرين هنا؟ باسكو هذو اسئله. ها ما هنا واش عندك ليكيب؟ عندك في ان و اي ان زيد واحد. نقولوا انا في ان زيد واحد هذه اللي راك تهضر عليها ما عنديش. انا عندي في واش نقول؟ لدينا في ان يساوي اي ان ناقص الفا. واللي ما نقدرش نافيغي سياره حمراء. لدينا في ان واش يساوي اي ان ناقص الفا صح. هذا واش عندي؟ هو واش راهو حاب؟ راهو حاب هذه. واضحه ليكيب؟ دونك احنا لازم من هذه نلحق واش راهم دوموندي. واش نروح نديرو؟ نزيدو واحده هنا. علاش؟ باش هذه تولي في ان زائد واحد. الله يعطيك الخير. اوتوماتيكمون هذه كي تولي ان زائد ان هذه وان يتبعوا بعضها. هذه ولات ان زائد واحد. هذه واش راح تولي؟ تولي اي ان زائد واحد ناقص الفا. واضحه ليكيب؟ في ان زائد واحد كي نعاودوا نكتبوها هذه عاودناها. هذه عندنا ولا ما عندناش؟ عندنا شي هاي هنا. هي واحد على ثلاثة الأحمر ويبان ناقص اثنين. هذه هي هذه ناقص شحال؟ ألف. جماعة نسأل سؤال هنا. لو كان روماركيو في ان زائد واحد باش راهي؟ راهي بال اي ان. والسؤال تاعو في ان زائد واحد تاعو اللي راهو دومونديه باش راهي؟ بال في ان. اذا هنا لازم اي ان نروحو نصرفوها. معناها يعني نفس البرينسيب اللي كنا نخدمو بلا في التمرينين السابقين. نروحو نحيو هذه ليكيب نقلبوها بفي ان. وين نجيبوها منا؟ اشمعنى نسأل سؤال؟ اي ان هذه بغات تتبدل بفي ان. تروح هنا دير صبعك على اي ان ناقص الفا يروح للوتر كوتي اوتوماتيكمون. واش راح يولي؟ يولي زائد الفا. معناها اي ان يساوي في ان زائد الفا. اي ان وناقص الفا تروح منا واش تولي؟ تولي زائد الفا. معناها اي ان تولي في ان زائد الفا صح. لكن في ان زائد واحد يساوي هذا هو هذا واحد على ثلاثة. عاود كتبت هذا واحد على ثلاثة عاود كتبته. اي ان نحيها وندير بلاصتها الصرف هذا اللي صبته هو في ان زائد الفا. واحد على ثلاثة واحد على ثلاثة هذه شكون؟ هي اي ان ناقص اثنين. نعاود نكتبها ناقص الفا. نقوم بعملية النشر. واحد على ثلاثة في في ان تعطينا واحد على ثلاثة في ان. واحد على ثلاثة في ألفا تعطينا واحد على ثلاثة ألفا. خلاص كملنا النشر. ناقص اثنين ناقص اثنين ناقص ألفا. أنا عاود نكتب. كاين تبسيط شيخ؟ كاين. في أن زائد واحد أعيد كتابة. وش عندنا؟ واحد على ثلاثة شحال؟ في أن. هذا هو هذا صح. الألفا شوفوا وش عندي ألفا وش عندي لا. توجور جماعة الكازيو نهضروا معاهم والباقية عامة الشعب نهضروا معاهم. هذه شحال ليكيب؟ واحد على ثلاثة ألف وناقص ألف. كيف نخدموها بالآلة حسن؟ اللي عندهم الكازيو يتبع معي يكتب. كان عندكم هكذا وش تديروا؟ ديروا واحد. وش نديروا هنا؟ ثلاثة. تحكم المعامل هذا. والمعامل هذا شحال؟ ناقص. هنا شحال كاين؟ كي يكون ما كاينش معناها كاين واحد. بالآلة حاسبة راح تعطيك ديريكتومون ريزيلتا ناقص 2 على 3. دوك نوريكم طريقة بلا آلة حاسبة. وهذه الطريقة الثانية هذه مع المعامل تاع هذه. كي يكون ما كاينش عدد معناها راه واحد. كي نقولوا احنا واحد طاولة ولا طاولة كيف كيف. بس كل واحد ما نهضروش عليه. دوك كي يقولوا ألفا معناها واحد ألفا. أنا كي راه ناقص ألفا معناها ناقص واحد ألفا. دو نحكمو هذايا شحال؟ واحد على ثلاثة مع ناقص واحد. علمتكم قبيلة باللي هذا اسمه أبيسي.
انا راح نكتبه واحد. شحال هذا؟ A B C شحال؟ ثلاثة. هذه معناها واحد على ثلاثة. شحال هذه؟ ناقص. وهنا واحد. شحال تعطينا بالآلة حاسبة؟ نفس الريزلت. واحد يقول لي يا شيخ أنا ما حبيش نخدم معك، حاب نخدم بالآلة حاسبة. قولوا بالك بس معليش. هنا واحد تقدر تكتبه بنفس المقام تاع هذا. الواحد الواحد يتكتب خمسة على خمسة، سبعة على سبعة، عشرة على عشرة، دير واش تحب. مهم أي عدد على نفسه يعطينا واحد. احنا حابين يكون عندنا المقام نفسه. هذا المقام شحال؟ ثلاثة. إذا نديره ثلاثة على ثلاثة. خلاص مقامه نفسه. واحد مع ناقص ثلاثة بالآلة حاسبة شحال؟ ناقص اثنين. إذا ناقص اثنين على من؟ على ثلاثة. هاي ناقص اثنين على ثلاثة. واضح؟ بون. نعود نولي خدمة تاعي. في ان زيد واحد يساوي واحد على ثلاثة في ان، عاود كتبتها. قعدت لي هذه واحد على ثلاثة ألفا وناقص ألفا. هذه قلنا المعامل تاعها شحال؟ واحد. إذا هذه مع هذه شحال راح يعطونا بالآلة حاسبة؟ واحد أ بي سي ثلاثة مع ناقص واحد راح تعطينا ناقص اثنين على ثلاثة. ماذا؟ ناقص اثنين على ثلاثة ماذا؟ كراتا ألفا. واضحة ليكيب؟ دونك واش قعدت لنا؟ ناقص اثنين وحدها المسكينة. هكذا ليكيب. أنا لحقنا للهضرة واش راهو حاب يهضر. هنا السؤال اللي موراه واش قال لك؟ قال لك اعطيني شحال الفا باش تكون هندسيه. انا نعرف فكره تكلمنا عليها بدايه الحصه، انه باش تكون في ان هندسيه ماذا يجب؟ يجب انه في ان زائد واحد يساوي عدد في اللي قبله هو في ان. معناها لازم تولي في ان زائد واحد تساوي عدد في في ان. الا نلاحظ هنا انه في ان زائد واحد راهي تساوي عدد في في ان، بصح هذه خسرت لي الحكايه. ما هذه لازم تختفي باش تولي هندسية، باش تولي من الشكل كيوبي. احنا هذه باش تختفي هذه لازم تروح بالصفر. هذا هو المعنى. كيكون عندي عدد في في ان اللي تقعد بعد هذه اللي راهي على اليمين لازم تختفي. باش تختفي لازم تساوي الصفر. احنا نقولوا لك حابه هندسيه، اي اسمع واش راح نهضروا معاك. حتى تكون في ان هندسيها يجب ماذا يجب لك؟ انه هذا ناقص 2 على 3 الفا ناقص 2 لازم يختفي ويساوي الصفر. هنا حتولي لنا معادله من الدرجه الاولى. المعادله من الدرجه الاولى مجاهيل في جهه والمعالم في جهه، رغم انه ماشي هذا هو الكلام، لكن هذا انا مرقلين به امورنا. ناقص 2 على 3 الفا ناقص 2 كيروح منه شحال يولي؟ يولي زائد 2. نعطيكم واحد الفكره ديروها في بالكم. 3 الفا يساوي 7. الضرب هذا واش كيف يحكي؟ يقول لك العزيز في بلاده مذلول في بلاد الناس. 3 كان في البسط، كون يروح هنا وين يولي؟ يولي في المقام، اهبط تحت رجليه. هكذا ليكيب. فهمتوها ان شاء الله؟ دوك 3 الفا تساوي 7. 3 راه مضروب في الالفا. إذا 3 بغى يروح من هيك لا يروح يولي قسمة. هنا راح تولي لنا ألفا تساوي 7. الضرب واش يولي ليكيب؟ يولي قسمة. صح. ناقص 2 على 3 في ألفا. ناقص 2 على 3 وضرب ألفا ليكيب. إذا راح يولي لنا ألفا تساوي هذا 2 راح نقسموه على هذا، معناها هذا راح يروح يولي قسمة. الضرب واش يولي؟ يولي قسمه، يولينا ناقص 2 على 3. جماعه ما هضرناش قبيله، جماعه الكازيو هكذا تخدم على ديريكت. هذا قسمه هذا تريكلي اوما، لكن انا نهضروا على اللي عندهم اله حاسبه نور. جماعه كي تقسم على كسر اضرب في المقلوب. دائما كي نقسم على كسر كما تكلمنا قبل حين يولينا الضرب في المقلوب، معناها يولينا 2 في 3 على ناقص 2. انا نعرف باللي هذه تروح مع هذا. شحال راح تقعدي؟ ناقص 3. اللي ما يعرفش هذه الفكره واش يكتب؟ يكتب 2 في 3 ا بي سي ناقص 2 رايحه تعطي لك شحال؟ 3. معناها الفا شحال؟ 3. نروح نديروا الفا هذه تاعنا شحال تولي لنا الفا دوكا؟
VN يساوي EN ناقص 3. هكذا ليكيب. دونك واضحة؟ صح. دونك حنايا رايحين نقولوا كي راح نصيب انايا هكذا وشنو الفايدة تاعها؟ هاو الأساس. باسكو هاو الأساس اللي هضرنا عليه. شحال؟ 1/3 باسكو هذه اختفت. واش ولات هذه؟ كيو في ان. اي ولا لا؟ كي راهي كيو في ان معناها هذا هو الاساس، معناها اساسها 1/3. صح كاينه فكره ما هضرناش عليها. جماعة كي يعطيك 1/3 اي ان هذيك الاولى دائما هذا هو الاساس، نورمالمون قالوا لكم عليها. هكذا ليكي. صح. في زيرو مثلا قلنا احسبوا في زيرو، دير في زيرو اي زيرو. كيما درنا قبل احنا الهدف تاعنا هنا الفا، واضحة ليكي. نروحوا هنا للسؤال هذا. السؤال هذا غير مباشر لأنه فيه مساعدة، عين قيمة ألفا. عفوا بين ثم عين. هنا لا لا هنا ما عطاك والو، قال لك عين قيمة ألفا حتى تكون هندسية، ما عطانا والو. ني ألف ني با. هنا واش تروح تقول له؟ تعطيه الشرط واش تقول له؟ حتى تكون في واش النوع تاعها؟ هندسية. ياجو. أنه أي حد يساوي عدد في اللي قبله، وحنا نقولوا في ان زيد واحد يساوي كي في ان. واش عندنا في الحكايه؟ عندنا في ان شحال؟ لدينا باسكو عندنا غير في ان هنا في التمرين. هذا في ان واش يساوي؟ اي ان زائد الفا. من في ان يساوي اي ان زائد الفا، وين نروح؟ نروحوا لفي ان زائد واحد، هذا اللي نحوسوا عليها. في ان زائد واحد وش يساوي؟ يساوي اي ان زائد واحد زائد الفا. هكذا ليكيب. كنزيدو واحد منها نزيدو واحد منها. دونك في ان زائد واحد يساوي اي ان زائد واحد، شكون هي ليكيب؟ هي 1/4 اي ان ناقص 3. هذه شكون هي ليكيب؟ هي هذه زائد شحال؟ زائد الفا. صح شيخ. الهدف تاعنا وشنو هو؟ هو في ان زائد واحد يساوي عدد في في ان، لكن هنا في ان زائد واحد يساوي عدد في اي ان وليس في ان. معناها يجب انه نصرف الاي ان باش نتصرفها، نصرفها بالفي ان. واضحه ليكيب. دونك كيف نصرفها؟ نروحوا للعلاقه اللي راهي بيناتهم، هذا نسموه صندوق الصرف. احنا عندنا في ان شحال راه يساوي؟ يساوي اي ان زائد الفا. اذا اي ان شحال يساوي؟ هذه الفا تروح منا واش تولي؟ تولي ناقص الفا. معناها اي ان يساوي في ان ناقص الفا. واضح؟ اي ان يساوي في ان ناقص الفا. وبالتالي هنا نقدر نحي اي ان واش نديرو بلاصتها؟ في ان ناقص الفا. في ان زائد واحد يساوي شحال يساوي؟ 1/4 اي ان. والاي ان شحال هي؟ هي في ان ناقص الفا. نعاود في ان زائد واحد هي 1/4 1/4 اي ان نحيناها ودينا شحال الصرف تاعها هو في ان. على روحنا صرفناها باش تخرج لنا الريزلت بالفي ان. هنا لو كنت روماركيو ناقص 3 زائد الفا نعاود نكتبوهم هذه. نقوموا بعمليه النشر. عمليه النشر كيف؟ 1/4 في ان تعطينا 1/4 في ان. 1/4 في ناقص 1 باسكو هذا ناقص 1 تعطينا شحال؟ ناقص 1. ناقص 1 ماذا؟ ناقص 1 الفا. او نقولوا ناقص وهذه 1/4 في الفا تعطينا ناقص 1/4 الفا. واضحه ليكيب؟ 1/4 في ناقص 1 تعطينا ناقص 1/4 ماذا؟ الفا. ناقص 3 زائد الفا ليكيب في ان زائد 1 يساوي الفي ان راهي وحدها انا ما كاش معها، دونك نديرو في ان 1/4 في ان. كاينه الفا وكاينه الفا. الالفا شحال المعامل تاعها هنا؟ ناقص 1/4. والالفا شحال المعامل تاعها؟ 1. بالاله حاسبه ناقص 1 ا بي سي 4 مع 1 تعطينا شحال؟ 3/4. اللي يحب ما يكسرش راسه ولا يحب ما يستعملش اله حاسبه يقولنا ناقص 1/4 الفا زائد الفا. هذه شحال قلنا؟ 1. الواحد تقدر تكتبوا اي عدد على نفسه. هنا شحال المقام؟
شوف داخل في توحيد المقام. شحال المقام هنا؟ أربعة، وبالتالي ندير أربعة على أربعة. عندهم نفس المقام، شكون هو؟ أربعة ناقص واحد وأربعة شحال؟ ثلاثة على أربعة. هي في بالي تألموا آلة حاسبة باش تربحوا الوقت، سكو هذه ماشي اللي الإشكالية، ماهيش هنا كيف نلحقت هنا، هذا هو المشكل. ناقص واحد على أربعة ألفا وزائد واحد رايحة تعطينا بالآلة حاسبة زائد ثلاثة على شحال؟ على أربعة ألفا، هذا وهذا، والناقص ثلاثة أعيد كتابة. ألا تلاحظ أن هذا كان عطيها لي في التمرين اللي قبله، عطيها لي سؤال ألف، معناها التمرين اللي قبله كان فيه توجيه، كان فيه إرشاد، واضح؟ لكن هنا قال لك دبر راسك، واضح ليكيب؟ احنا يا باش تكون هذه هندسية، واش رانا نقولوا الشرط؟ أنه في أن زائد واحد تساوي عدد في في أن، في أن زائد واحد تساوي عدد في في أن، معناها هذه لازم تختفي. كيف تختفي شيخ؟ قولوا حتى تكون في ان هندسيه يجب، هذا يجب، يجب انه هذا لابارتي تولي مكاش باش تولي عدد في في ان. لابارتي هذه واش تقول؟ تقول لك 3 على 4 الفا ناقص 3 يساوي الصفر. اليست معادله من الدرجه الثانيه؟ ايه. نقولوا احنا المجاهيل في جهه والمعالي في جهه، راح تقعد 3 على 4، تقعد لنا 3 على 4 الفا، والناقص 3 كيروح منا يبدل اشارته يولي زائد 3. تكلمنا قبل حين قلنا الضرب يولي قسمه ويروح بالاشاره تاعو، معناها الفا تساوي زائد 3 قسمه هذا. جمعت الكازيو تقدروا تخدموها نورمال، انا دائما نقول جمعت الكازيو نورمال، على الكلام تاعي موجه لي عندهم ما عندهمش الكازيو. 3 قسمه كسر تساوي ماذا؟ تساوي 3 في المقلوب تاع الكسر، معناها القسمة تولي ضرب، لكن ضرب في المقلوب. إذا حبيتوا تحسبوها تصيبوا 3 في 4 12، 12 على 3 4. إذا حبيتوا تقولوا 3 تروح مع 3 شاتعطينا 4. يقول لي واحد الشيخ أنا ما نعرفش هذه الأمور كيف، أنا سبورتيف خاطيني شيخ. نقول له 3 في 4 ABC 3، اتفقنا باللي ABC هو الخط تاع الكسر، هكذا ليكيب. شحال عطاتنا؟ 4. إذا الألفا هنا شحال؟ 4، معناها في أن شحال تساوي؟ إي أن زائد 4، صح. وفي هذه الخدمة واش رانا خدمنا؟ هذه في أن دوك شحال واش ولات؟ ولات هندسية، نعم. أساسها شحال ليكيب؟ أساسها هو ياك هذه اختفت الآن، خلاص، هو هذا شحال؟ 1 على 4. وحدها الاول في زيرو، نروحو نديرو زيرو هنا وزيرو هنا، واش تولينا؟ في زيرو يساوي اي زيرو زائد 4، في زيرو يساوي اي زيرو شحال ليكيب؟ 1 زائد 4 تساوي 5. ومن بعد يعطيك اكتب في ان بدلاله ان، استنتج اي ان هذيك تاع اللي عندها المعرفه مع الفي ان، ومن بعد احسب المجموع اس واحد واس اثنين، صح. احنا نكونوا كملنا لابارتي. كاينه فكره حبيت نتكلم فيها، وشنو هي الفكره؟ نروح نعاودوا لابارتي الاولى تاع التمرين. يعطينا اي ان، يعطينا اي ان، وبعد في الاي ان اي زيرو ما يعطيهوليش، يعطيهولنا مجهول ويقول لك انت اعطيني اي زيرو، واضحه ليك؟ دونك حنا صبروا دقيقة نشوفوا السؤال. أو هنا السؤال يعطينا تمرين، ما نبيش خمسة ولا ما نبيش أنا حلين، المهم تمرين خمسة هذا هو أصلا خمسة فلاش. يعطينا إي زيرو على بناء إي آر متتالية عددية إكسيتيرا. أو هنا التمرين نبداو نبداو بتمرين ربعة، هكذا ليكيب. دقيقة رحيمة يتبنى التمرين ربعة. هنا التمرين ربعة يتبنى ولا نشوفه فلاش يريد يرفعه؟ هاي طريب يقدر يشوفه ونكمل ولا صح. ربعة ربعة ده باباش ديزي، صح. طلعها غير شوية باش
دير ربعه مع خمسه صحيح. الله يعطيك الخير. هذا كان يديروا خمسه شايف خدمه تاع رابيد. هنا قلنا نعتبر دير بلاسيوري هنا ولا هنا نعتبر المتتاليه المعرفه هنا الحد الاول تاعها مجهول عطاه ليش قال لك من اجل كل عدد طبيعي ان يكون عطانا اي ان زائد واحد يساوي واحد على ثلاثه اي ان زائد واحد عطانا العلاقه التراجعيه هذه. وبعد قال لك عين قيمه ا حتى تكون المتتاليه اي ان ثابته. يقدر يقول لك عين قيمه اي زيرو نفس الهضره باسكو اي زيرو هو الا. دوك نروحوا واش نقولوا هنا كي تقول المعطيات ا واش عطانا عطانا ا وهنا واش عطانا اي ان زائد واحد يساوي واحد على ثلاثة اي ان زائد واحد. السؤال هنا واش يقول عين احنا واش نقولوا له تعيين قيمة ا حتى تكون شكون اي ان هذه ثابتة. ثابتة واش معناها؟ معناها ما تبدلش. معناها إذا قلعت بخمسة تقعد خمسة خمسة خمسة. إذا قلعت عشرة عشرة المهم العدد اللي تقلع به هو نفسه. حبك واش معناها؟ نشرحوا له الهضرة تاعو الحل. نقولوا له اي ان ثابتة معناه ما معناه؟ معناه انه كل الحدود متساوية وتساوي الحد الأول. أنت باش قلعت تكمل هكذا اللي كيف قلعت بخمسة تكمل بخمسة. إذا أنا يا إي أن ثابتة الحد الأول تاعي شكون هو؟ هو إي صفر راح يساوي إي واحد راح يساوي إي اثنين ويساوي إي ثلاثة ويساوي إي عشرة ويساوي إي باك إي 2022 يساوي إي كيف سوا الدليل. دونك حنا ويساوي إي أن زيد ويساوي اي ان زائد واحد ويساوي اي ان زائد اثنين. لكن انا توقف على اي ان زائد واحد علاش؟ باسكو هادو نحتاجهم احنا داكور. وهادو كاع واش يساوي؟ يساوي القيمه الاولى تاع اي صفر. القيمه الاولى تاع اي صفر شكون هي؟ هي ا ويساوي هادو يساوي ا داكور. ليكيب شرحت له واش معناها. نعاود نكتب له العلاقه تاعو ونقول له لدينا U n زائد واحد يساوي واحد على ثلاثة U n زائد واحد. جماعة هم قاع متساويين هم قاع كيف كيف. دونك انا نقدر نحي U n زائد واحد واش ندير بلاصتها؟ نقدر ندير بلاصتها إي زيرو. لو كان جا السؤال ماشي عين قيمة أ عين قيمة إي زيرو نهضرو بالإي زيرو ما نهضروش بالأ. تعرفوا كي قالنا بالأ إذا نحيو هذه واش نديرو بلاصتها؟ أ واحد على ثلاثة هذه شحال تساوي؟ تساوي أ باسكو راهي ثابتة. شحال هنا؟ زائد واحد. ولات لنا معادلة من الدرجة الأولى. كيف عرفتها من الدرجة الأولى؟ باسكو ما كاش الأس كيما كاش الأس معناها الأس تاعها واحد. دونك المعادلة هذه المتفق عليها شكون؟ متفق عليه أنه المجاهيل في جهة العالي في جهة. الأ تقعد هنا واحد على ثلاثة أ إشارته زائد معناها زائد واحد على ثلاثة. كي تولي منا واش تولي؟ ناقص واحد على ثلاثة ناقص واحد على ثلاثة أ شحال تساوي؟ تساوي واحد. هذه جات منا قلبت الإشارة تاعها. حنا عندنا اثنين إي اثنين أ زائد ثلاثة أ شحال يساوي الشيخ؟ يساوي خمسة أ. باينة منين جات هذه؟ جات من اثنين شحال زدنا لها؟ ثلاثة عطاتنا خمسة. معناها نحكم المعامل زائد المعامل الريزيطا تاعو نكتبها في الأ. حنا لو كان تلاحظوا هنا ليكيب أ ناقص واحد على ثلاثة أ شحال يساوي ليكيب؟ هذا المعامل ما كاش معناها واحد. عدد في أ زائد عدد في أ ما تشبهش لهذه؟ إيه تشبه. نكتبوا هذا زائد هذا وتعطينا شحال ريزلتا. هنا بالكازيو ولا الآلة حاسبة حنا نكتبوا واحد وهنا شحال؟ ناقص واحد أ بي سي شحال؟ ثلاثة. كتبنا واحد وعاودنا كتبنا هذا كيما راهو تعطينا ريزيطا اثنين على ثلاثة. شيخ ما فهمش انت راك حتجمع هذا مع هذا هذا واحد ولا لا؟ وقلنا الواحد دائما هو على اي عدد على نفسه. حنا نعاود نوحدوا المقامات كيفاه؟ هذا شحال؟ ثلاثة. نكتبوا ثلاثة على ثلاثة
ولا وكيف كيف مقامات نعم شيخ ثلاثة مع نقص واحد حال سنين سنين على من على ثلاثة وشنو آه صح يقول لي واحد يا شيخ ما فهمتاش نقول له معلش هذا عرفنا باللي واحد روح خرج الآ عامل مشترك وش راح تولينا واحد ناقص ماذا واحد على ثلاثة اللي تخرجوا عامل مشترك شطب عليه وكتبوا شقعد قاعدة واحد ناقص واحد على ثلاثة هذه شحال تعطينا ليكيب اثنين على ثلاثة ماذا آه وبالتالي هذه شحال راح تعطينا تعطينا اثنين أنا أكتب واحد باش تدور في الميموار تاعكم على ثلاثة آ يساوي واحد ضرب وش يولي قسمة ويروح بالإشارة تاعه هكذا ليكيب وش راح تولينا؟ راح تولينا آ يساوي واحد قسمة هذا وحنا كي نقسم على كسر اتفقنا باللي هذا الضرب في المقلوب ثلاثة على اثنين في واحد تقعد ثلاثة واضحة ليكيب فوالا ان شاء الله ماكوش غلط ايه فوالا فوالا اثنين على ثلاثة ايه ثلاثة على اثنين دونك احنا نروحو تمرين خمسة تمرين خمسة تمرين خمسة سبورت دقيقة تمرين خمسة هو اثنين على ثلاثة اي زيرو يساوي ا واي ان زائد واحد يساوي اثنين على ثلاثة اي ان زائد واحد على ثلاثة نفس السؤال معناها تعيين قيمة ا حتى تكون اي ان وش حكيتها ثابت نكتبوا له نفس الهضرة اي ان ثابتة ما معناه؟ معناه انه كل الحدود متساوية معناها الحد الاول كل الحدود متساوية وتساوي الحد اللي قلعنا منه هو اي صفر انا اي صفر يساوي اي واحد يساوي اي اثنين يساوي الى غاية اي ان ويساوي اي ان زائد واحد ويساوي هادو كامل يساوي الأ تاعي لو كان ما كاش عطينا أ مخليها إي صفر نخلوها إي صفر نخدمو بالإي صفر ونعاودو نكتبو العلاقة اللي عطاها لي هو واش عطانا ليكيب إي أن زايد واحد يساوي اثنين على ثلاثة إي أن هاي العلاقة واش رانا نقولو ثابتة إذا هذا وهذا راح يساوي لنا الحد الأول شكون هو الحد الأول هو أ إذا أ تساوي 2 على 3 أ زائد 1 على 3 معادلة من الدرجة الأولى وبالتالي هنا المجاهيل في جهة والمعاليم في جهة هذا كيجي منا وش يولي؟ يولي ناقص 2 على 3 أ ويساوي 1 على 3 هذا قعد وحده هذا جا منا أوتوماتيك ما راح يبدل إشارة حنا وش قلنا كي يكون ما كاش معناها واحد واحد مع ناقص اثنين على ثلاثة تعطينا واحد على ثلاثة سينو هذايا وريتكم قلت لكم تقدروا تكتبوه شحال إذا ما حبيتش تخدموا بالآلة حاسبة هذا هو أي عدد على نفسه شكون هو العدد؟ مقام ثلاثة على ثلاثة أ ناقص اثنين على ثلاثة أ يساوي واحد على ثلاثة واش راح يعطينا؟ هذا مع هذا راح يعطينا 3 ناقص 2 شحال 1 على ماذا على 3 ا يساوي 1 على 3 1 على 3 باينه هذه باللي نضربوا في 1 يعطينا 1 على 3 فرضا ما فقنا لهاش فرضا ما فقنا لهاش نكتبوا ا يساوي ضرب وش يولي يولي قسمه 1 على 3 قسمه هذا واي عدد قسمه نفسه شحال يعطينا 1 معناها صبنا شحال الأ واحد متفقين لي كيف صح كاين واحد الأفكار في المتتالية التلاميذ كيجوا عندهم 8 6 بروفيتي ولوكازيون نحكوا عليهم
تلميذ ألف أنه دائما إي أن زيد واحد يساوي، لكن بعض الأحيان ما يكتب لناش هذا، يكتب لنا مثلا إي صفر، دوك نشوفوا شحال يكتب لنا 3 إي أن زائد واحد يساوي إي أن زائد 12. إحنا هذه ما لاش موالفين عليها، إحنا موالفين على إي أن زائد واحد، وبالتالي هنا راهي 3، واش نديرو؟ نقسمو على هذا 3 ونقسمو ونقسمو على كي نقسم على 3. على بالكم باللي هذا واحد ولا ما على بالكم؟ على بالنا كي يكون ما كانش عدد معناها الواحد. اي ان زائد واحد يساوي كي نقسمو على 3 يختفي، 3 على 3 شحال؟ واحد، وانا هذه واش تولي؟ واحد على 3 اي ان زائد، وهذه واش تولي؟ 12 على 3 تولي لنا اي ان زائد واحد يساوي واحد على 3 اي ان زائد شحال؟ 4. راح تولي لنا كيما اللي مولف الخدمه، لكن كاين تلاميذ كيشوف هذا الشكل تتخلط له. احنا مانيش راح نكمل التمرين، راح نحكي غير على الفكره هذه. يقدر يجينا فائده سميهم فوائد باسكو مانيش راح نخدموا التمرين، لانه هادو يقدروا يصادفونا وحنا نقدروا ما تبانناش باللي حسب لنا فكره اخرى. اي صفر يساوي الوقت مازال يبيع يساوي 10. احنا لو كان نشوفوا هنا احنا واش قلنا؟ هو لفنا على اي ان زائد واحد يساوي، هذه ما راهيش اي ان زائد واحد يساوي، راهي اي ان في 5 3 في اي ان مخلطه. احنا نعرف باللي هذا السيكتور تعمل تاع اي ان زائد واحد، اي ان زائد واحد يحب يقعد وحده هكذا لي كيف. اذا هذا اي ان تقلع تروح من هيك، واش راح يولي لنا؟ تولي لنا 5 اي ان زائد واحد ناقص 3 اي ان كي تروح واش تولي؟ تولي زائد 3 اي ان، والعشرة هي في بلاصتها ما تبدلش اشارتها اوتوماتيكمون ولا تتشبه لهذه. اذا اي ان زائد واحد يساوي نقسم على 5 نقسم على 5 ونقسم على 5 واش تولينا؟ 3 على 5 اي ان زائد 10 على 5. كي تقسم على هذا يروح، كي تقسم نقسم على 5 على 5 على 5. اذا اي ان زائد واحد يساوي 3 على 5 اي ان زائد 2. شوف لي اسكو كاين اسئله. تفضل اللي عنده سؤال. اللي عنده سؤال تفضل لي كيب. مازال باقي خلاص. لا لا دوك ما نقدرش نريش كيما فكره اخرى نكونفيرميها. شكون مشينا؟ مشينا مديت بزاف. بارك الله فيك. الله يحفظك ان شاء الله. طيب كان معك هذا توانا باهي. هذا توانا زيد. شكون هذا؟ ما يقدرش يحكي الكابتير. يقدر يحكي الكابتير. هيا تفضل الكابتير على روحك. عاونا عاود مالي هذا تاع ماك سونتر هذا. راه عندي ماك سونتر العربي سمي العربي زي طه. اسمه هكذا محمد العربي. ايوه تسمى زي طه. كي نلحق لابير نقول له زي طه. والله كنت فاهم. ها؟ ما كانش فاهمه. يا بيع الحمد لله. هاي الاجواء الاصداء لاباس. كملوا هذه 5 دقائق نشوفوا واش يدير. ماشي مشكل. تبري 6 واش هذا تبري 6؟ تقدر دير لها بلاصه ريش. هذا؟ ايه قول لها هذا تعاود تكتب لنا. هذا يكون وصل. باسكو 6 تاع لاشيري. شكون كاين ستة تاع راشيري؟ ايوا هذا. نعم نعاودوه. طريبي 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 خلاص كابتيرا صاحبنا. ليكيب باش يكون على بالكم باللي حصة قادمة راح نديرو تدرب على الوضعيات الإدماجية وسهلة بزاف، بالتالي هنا واش راح نديرو؟ راح نبروفيتيو لوكازيون نديرو بعض النماذج الصغيرة من المقاطع كيما يقولوا من البكالوريات.
مدوا الافكار باسكو الحد العام يقعد حد عام مجموع يقعد مجموع وبالتالي بازيو على الافكار هكذا اللي كاين تبري 6 ايه فوالا فهمت على تلفتها اي ان ايه صح اي زيرو شحال اي زيرو هذا هو 6 صح 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 اي زيرو 3 نعاودو في ذلك ياك مازالو 6 دقائق ها هي طريبة ها كان والو كملت انا خصيب دونك ليكيب الحصة القادمة ان شاء الله برهان بتراجع كلش كونفيرميو باذن الله كلش جماعة احنا الفنا انه اي ان زايد واحد يساوي اي ان زايد واحد يقعد وحده يحب يقعد وحده لكن احنا كيكون اي ان زايد واحد مضروب في عدد نحبو نخلوه وحده احنا نعلم انه كي نسيب اي ان وحدها ندير واحد من عندي هكذا ليكيب طاولة واحد طاولة هكذا ليكيب كيما نصيب حتى عدد نقول الواحد يقعد هنا معليش حنا اي ان زايد واحد لازم تقعد وحده السيكتور تاعو هذا هو يقعد وحده قال لك ثلاثه هي روحي لتركوتي لازم نقسم على ثلاثه باش نتخلص من ثلاثه هذه ويعيش اي ان زايد واحد حياه سعيده هكذا ليكيب دونك واش راح تولي لنا كي نقسم على ثلاثه تروح راح تولي لنا اي ان زايد واحد وهذه نقسموها على ثلاثه ونقسموها على ثلاثه واضحه قسمنا على ثلاثه اختفى هذه نقسم على ثلاثه تولي لنا واحد على ثلاثه اي ان ونقسم على ثلاثه تولي لنا 12 على ثلاثه اذا اي ان زايد واحد يساوي واحد على ثلاثه ما عندك واش تموديفي فيها تقعد واحد على ثلاثه اي وبعد نوريكم اذا عدت واش وصلوا مع كسر حبيت تعرف اسكو يختزل ولا لا مثلا عندك باريزون 15 على 12 هذه 15 على 12 هي 5 على 4 كيف تكتب تروح تكتب هذا ا بي سي هذا يعطي لك الاله حاسبه تعطيك 5 على 4 ديالك اللي عندهم الكازيو يكتبها هكذا كما قلت لكم 15 12 تعطيك ديريكتومو 5 على 4 هنا 1 على 3 ما راهش راح تبدل راح تقعد كيما راهي نروحوا هنايا 12 على 3 شحال تعطينا تعطينا 4 هكذا اللي كيف انا كملنا تولي هذه كيما هذه وتخدم التمرين تاعك نورمال هذه نقدر نقول عليها فائده باسكو هذه ماهيش تمرين فائده واحد فائده اثنين وهي توجور نفس الفكره اللي نتبعوا فيها انه لو كان يعطينا 5 اي ان زائد 1 5 اي ان زائد 1 ناقص 3 اي ان يساوي 10 حنا اي ان زائد 1 يحب يقعد وحده هنا هذا هو السيكتور تاعو اذا اي ان لازم تروح الجهه الاخرى 5 اي ان زائد 1 قعد وحده ناقص 3 اي ان كيروح الجهه الاخرى يقلب اشارته واش راح تولي لنا 3 اي ان وال10 في السيكتور تاعو اذا راح يحافظ على الاشاره تاعو حنا باش نتخلص من الخمسه نقسم كامل على الخمسه كي نقسم على خمسه تروح الخمسه ونقسمه على خمسه هنا راح تولي لنا 3 على 5 اي ان ونقسم على خمسة تولي لنا 10 على 5 اي ان زائد 1 تساوي 3 على 5 اي ان زائد 2 في بالي ما كان والو كان معكم الاستاذ رفاعي مركز امتياز شكرا على حسن المتابعه والاشراف النجاح للكل والامتياز للافضل السلام عليكم